هاي لوحة أيضا كمان من الرجال أصحاب يعني تبع الحمامات مثلا، حمامات السوق. يعني هو أشبه هاي بالمشهديات البصرية، يعني ما كتير يعني شرح فيها أشياء يعني كتير، لأنه أشبه بالواقعية المحرف يعني. لكن هو دائما يبقى هذا الشخص العايش ذاته يعني، أو بعزلته أو بالكيان الواحد مثلا، فهذا هو كان غير رعاعي يعني، يعني غير مش موجود بالقطيع يعني، يعني هو كافي ذاته بذاته يعني. وهذا يتناسب مع شخصية، أنا شخصيا كذلك أيضا يعني، في عنده الحالات الخاصة، بشوف أنه عم يسوي جدولة مثلا بالريبانة حمراء مربوطة مثلا، يعني ما يهمه حكي المجتمع عن ممارسة حريته مع جسده يعني، له زوالف زيادة، له شعر زيادة جدولة يعني، تشبه بالنساء، أقوي للناس المجتمع المحيط يعني، مش مهم هذا يعني، ترترات الأصدقاء الجيران كمان مبتعد عنه يعني، وما حد يقترب منه بصراحة، لأنه هو كمان إنسان مستقيم، بشوف أنه واقف بشكل في أبهة يعني، يعني متصالح مع الذات تبعه، وعلى أرض صلبة يعني، شوف السيقان الأرجل لطيف يعني. يعني كمان الرجل لازم يثبت رجولته يعني، والمرأة أيضا يجب أن تثبت أنوثتها يعني، ما لازم في خلط بالمفاهيمين يعني، ما يصير الرجل يصير مثل المرأة، ولا المرأة تصير مثل الرجل، يعني تأخذ شيء من الجينات هذا أو هذا يسحب من الجينات هذا، في تفاضل بينهما يعني، تفاضل وراقة بالتفاصل، بمعنى التفاصل هذا فصيلة كذا وهذا فصيلة كذا، فهذا يمثل فصيلة الرجل يعني بأناقته، بخدمته لعائلته، بخدمته لمجتمعه، بخدمته لذاته يعني. يعني بتصور هيك يعني سيكولوجيا، ممكن نحن نسلطن أو نشرحه بهذه الطريقة أو ينفهم بهذه الطريقة مثلا. جميلة التاتشات التركواز، الموف كحلي مع الحالات النارية، الموف الزهر، أورانج الأصفر الغامق مثلا، الكديمون يعني، جميل هيك، بحب أشياء. مدحا للرجل، مدحا للرجال، مدحا حينما يعطوا لآبائهم وأمهاتهم وأولادهم وأطفالهم وأخوتهم العطاء والكرم من مهدهم إلى لحدهم في مأكلهم وملبسهم، العطاؤون هذا هو.